نرجس يا نرجس بنت يا نرجس. ايوه يا فتحية انا هنا. جبت الكرب؟ جبت كل حاجة بس الواد امين عايز فلوس. طب انزلي افتحي المحل على ما حصلك وخدي المفتاح من على السرير وعليه الغابة والشيطانة. بنت نرجس فين؟ عايزة في ايه؟ هي فين يا بنت؟ فوق. طب اوعى. انت رايح فين؟ لايقة عليك الخال اللي الهوى خالق منك تغالي ولا حد عالي بالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى كده من ورا الباب يا جميل. عايزاها انا مش فايقالك. لو عرفت انا جاي ليه هتفوقي. نعم افتحي. طيب لا ده انا جايبلك اخبار عن جوزك. اخبار ايه؟ هتفتحي ولا امشي؟ استنى. اخبار ايه؟ كل خد عليه خوخ. امين هنرجع لملعب شيحه. ما تتكلم. اتكلم. وطالعين تدافعوا عنها دي ما ارتصاكم ارتصتنا كلنا. فاكرين لما جت طولتم وتقولوا ان جوزها سرق فلوسها وطفش؟ جرينا كلنا زي المعيز ندور لها على الحرامي الناتن. امبارح بقى انا قابلت جوزها ده في الاسماعيليه. عارفين سابها ليه؟ اقول يا نرجس؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه يا جبان؟ سابها عشان لقاها مع راجل تاني. اخرس يا كلب. انا اشرف منكم اللي خلفوه وكلهم عارفين كده. كفايه بقى. ايه اللي مش مصدق يخطف رجله لحد الامطره ويسال على قهوه عصفور؟ هناك هيلاقي صبري. واللي خايف منكم على بناته وعامل لي فيها 12 راجل ينظف الحته من القرف اللي فيها. اوعى اوعى. انت هو انتوا سايبينه؟ انتوا صدقتوه؟ كنت فاكراه راجل هيحميني ما كفاهوش يسرقني ويطفش. لا وامين
امين اللي طول عمره بيلف حواليا ومش معبره، عراني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، ويا ريت بحق والناس صدقوه يا اخويا صدقوه. احنا لازم نلاقيه، لازم نلاقيه، نجيبه من تحت تعطي الارض يجي قدام الناس كلها ويقول لهم الحقيقه. يعني اجيب منادي ونلف انا وهو الاسماعيليه ونجيب ميكروفون وناديه ونقول فينك يا صبري؟ ما هو امين قال انه بيقعد في قهوه اسمها قهوه عصفور. انت بعتلي في وقت الانتخابات وده اكل عيشي. طب انا عايش ازاي وسط الناس وانا شايل على راسي ذنب ما عملتوش؟ ما انت اللي جبت له روحي. يا ترى ايه اللي مستنيك يا نرجس؟ ما بقالكيش مكان وسط ناسك. يا ويلك مني يا صبري، ولازم الاقيك. مش عاوز اشوف خلقتك هنا تاني، فاهم؟ يا اخي بقى اللي افترى على خلق الله. نصيبك يا شاهين. لا نصيبي بقى ده بتوصله لعم جابر هناك في المستشفى، وما تقولوش ان انا اللي بعته. ماشي. ها؟ ماشي. ايه بقى وانت كنت بتراهن على مين؟ لا انا كنت جاي ادور على واحد اسمه صبري عبد السلام. صبري عبد السلام؟ يا كمال. ايوه. تعرف واحد بيشتغل هنا اسمه صبري عبد السلام؟ اه صبري. الاقيه فين؟ ده بيشتغل مع بتوع الزفت. زفت يا جدع بلا في الساعة ده حمار. هسيف احسن. اتفضلي. هات 3 جنيه. ده سيف اخويا. اهلا بزفت. خد الست ووصلها لحد عمال الرصف. عيني. وبعدين بقول لك ايه، خلي بالك الست امانه ومحسوبه علينا. تسوق على مهلك، ها؟ وما تسوقش الهبل على الشيطانة. ماشي، ماشي يا اخويا. يلا. يلا غزال. كتر ألف خير. غزال.
انت بقى جايه منين ورايحه فين؟ ممكن توصلني من غير ما تسالني ولا تنزلني واشوف غيرك يوصلني؟ مفيش غيري، بس انت مش واخد بالك. بس ده اسمه صبري عبد السلام. اه هو فين؟ طلع 92 وراجع بكره. شكرا. متشكرين. المشوار بعيد مش هقدر اوصلني، خليها لبكره. وانا هروح فين لحد بكره؟ انا مش من هنا. ولا يهمك، انا هنزلك في احلى مكان بكره من الفجر اوصلك. مكان؟ مكان فين؟ اللي بتدوري عليه؟ نط بعيد، عايزين لها بيات لبكره الصبح، وانا حطير بقى عشان الحق السياح. طب تعالي. تعالي. لا 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 لا، انا ما احبش اشوف عيون بتعيط. انا ما بعيط. ما هو العياط مش بالدموع. فكيها. فكيها. لازم لي الجناحين يطيروك لفوق بعيد عن الدنيا. تعالي. اتفضلي. يا نعيمة. أنا عومة. أيوة يا شهير. تعالي نعيمة تعالي، عندنا ضيوف. هو ده بيتكم بقى؟ آه بيتنا. إيه؟ رايحة فين؟ إحنا اللي يدخل عشنا لازم يولف عليه، وما يهجروش ولا بالطبل البلدي. اهلا وسهلا. اختي نعيمه هانم ابو سحاب، ماجستير في تقشير البصل، وبتحضر دكتوراه بقى في غسيل المواعيد. اهلا. ودي نرجس. الله، وانا اقول يا ربي الريحه الحلوه دي جايه منين. بص يا نعيمه، انا عاوزك تروقيها، عاوز اشوفها ما اعرفهاش، وبالمره ابي خديني مقاس ايديها عشان ابقى اركب لها جناحات. حاضر. تعالي.
سعيد. دور يا حمار. كان فيها ايه؟ كان فيها حمار سايقها العربية زي الست. لو ما عرفتش تراعيها هتبطل من جوه تبقى حتة حديدة. هدفعك بقى المرة دي 50 جنيه عشان تفتكر. فهمت يا حمار؟ انا لا هسألك انت جاية منين ولا رايحة فين ولا ايه حكايتك، لكن نفسي اعرف حاجة واحدة بس، انت جاية منين ورايحة فين وايه حكايتك؟ ايوه كده، فكيها عشان تشوفيها. ابو سحاب اللي هو ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لنا كده، بس المصيبة ما قالناش تنفك ازاي. طب قومي اقلعي هدومك دي وهجيب لك جلابيه من بطوعي عشان تلبسيها. ما انا معايا هدوم. الشنطه. شنطه ايه؟ في عربيته. عربيه مين؟ اللي جابني هنا. اللي جابك هنا الوعد والمكتوب، ومكتوب عليكي بقى تلبسي جلابيه من جلاليب نعيمه هانم ابو سحاب. قلتليش بقى نعيمه؟ ها السمك طلع حلو. شوف انت اصطدته منين؟ من البحر ولا من البر؟ خير اللي من البحر ولا من الجو؟ ده كلام تقوليها نعيمه. طب اوعى خليها تغير هدومها. With all pleasure my princess. خواجه ما تعرفي، ابن بلد ما تعرفي، بيرطن بميت لسان. اللغات كتيره والبلاد عرب، بس الدنيا واحده والسما واحده. وانا حر طير طليق، اطير في اي زمان واي مكان يعجبني، وكل ارض ربنا دي أرضي. قدامك سكتين، سكة معوجة وملوجة ودلع بقها. أحلى سكة سكة اللي يروح وما يرجعش، عشان اللي بيرجع ده بيبقى حاجة من اتنين، يا خاف يا خاب. واللي مرجعش اكيد بيبقى عجبه الحال. بيبقى عجبه الحال. مش ابويا جالي في الحلم امبارح يا نعيمه؟ كان بقالي كتير ما شفتوش. عارف ان ابويا بس مش شكله، شكل انا بس على ابويا. قال لي انت اسمك ايه؟ انا قلت له الله الله الله. جري يا حاج انت مش عارفني؟ ام بصلي بصيته العجيبه اياها، فاكرها نعيمه؟ قال لي انت عارف نفسك كويس. قلت له لا، بقول لك ايه، لا مش كده، اذا كنت انت ابويا انا ابنك، وكده ما تمشيش معايا. كامل يبقى مين بسلامته بقى؟ وقعنا في غرام بعض وخلاص. فين الشاي بتاعي؟ نسميه ايه؟ نرجس. نرجس فين الشنطة بتاعتك؟ اه صحيح، شنطتي نسيتها في عربيتك. بقولك ايه، مفيش في عربيتي شنط. مفيش شنط ازاي؟ انا سايباها عندك في العربية. روح شوفها اوام. اشوفها. مالقتش حاجة في العربية. مفيش حاجة؟ يا نهار اسود، دي فيها كل حاجتي، هدومي وفلوسي وبطاقتي ومفاتيح شقتي، هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟
ترقصي تغني وتفرحي. اخرجي من امبارح وتعالي للنهاردة، اعملي لك حكاية من جديد. المهم يبقى لك حكاية تحكيها. من ايه يا شاهين؟ مش عارف. طب مش عارف ليه يا شاهين؟ والله ما فاكر. طب مش فاكر ليه يا شاهين؟ نسيت. عارفين ليه الفحم بيحب التعميره؟ ليه يا شاهين؟ عشان الفحم ده بيبقى عامل زي الراجل اللي يلطش الهوا، يبقى جسمه سخن. ايوه، وقلبه مولع نار. الله. والست تبقى هي التعميره. بالظبط كده، على كل صف وعلى كل لون. طب والحب يا شاهين؟ الحب هو النفس المرتاح سيدي اللي يوجوج النار. الله. ويخلي التعميره اكسره. ولما تبقى اكسره تضحك وتملى الدنيا كركره. لا 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 مؤاخذه، ده كلام حشاشين. طب الحقنا انت بقى اخويا وقول لنا كلام الفايقين. طب ما برضه الجوزه بتضحك وتكركر حتى لو مفيش تعميره ولا فحم. يبقى بتضحك على ايه؟ على خيبتك.
شاهين. طب نرجع تاني بقى لكلام الحشاشين. نشوف لك ريحة التعميرة حلوة تلعلع معاك عشان ترجع انت تاني زي زمان. انا زي الفل. الزمن ده هو اللي بيرجع مش انا. اتجوز اتجوز يا شاهين. لو ما كنتش وعدتها. ياه دي حاجة بقالها سنين يا صاحبي. 10 سنين ولسه حاسس بايديها مكلبشة في ايديا ونفسها طالع بيلفح في وشي. مش عارف اذا كان النفس ده هيرجع ولا لا. قالت لو مت هتتجوز بعدها يا شهيد. قلت لها لا. عارف لو عاشت ما كانش همني، لكن دي اخر حاجه سمعتها مني. لا. ساعات يا جدعان بحس ان احنا متنا وبقينا في عالم غير العالم. فاكرين يا جدعان ايام الحرب؟ كان زمن تاني وناس تانيه. الكل كان ماسك في بعضه. الموجه كانت عاليه والكل على كلمه واحده، يا نغرق سوا يا نطلع سوا. كانت ايام يا شاهين. ما كانت ايام دي هي اللي مجنناني. من ناس كانوا كلهم ايد واحده على عدو واحد، في ناس بنعادي بعض ونحشش علشان ننسى. وعدوك بقى حبيبك. نفسي اقول قول يا شاهين. ايه مالك؟ في ايه؟ اخوك. طب تعالي. ايه يا في ايه؟ قول لها انك كنت حمار عشان بات زي دي. شاهين في ايه يا شاهين؟ اسال الحمار. انا مش عيل عشان تتحكم فيا. ودي عمال الرجاله دي واحده متحميه فيك. كفايه بقى، انا سايب لك البيت وماشي. سيف وادي سيف. سيف ما تخافيش، انا بكره اللي هوصلك.
اركبي. لا كفاية اللي حصل. اركبي. دي هدوم بدل اللي ضيعها سيف. دي الحته اللي قالوا لكم عليها، وباين ان كان في هنا شغل فعلا. وما راحوا فين بس؟ هنروح فين؟ ما تقلقيش، نفطر الأول وبعدين نكمل. الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الطريق بره هنا راحوا فين؟ دول بيعملوا طريق جديد. كان معاهم واحد اسمه صبري عبد السلام. اتنين مش واحد اسمر مناخيره كبيره، واحد مش اسمر ومناخيره مش كبيره. يا حبيبي يا حبيبي. ايوه الشاب اسمها ايه؟ حبني على قد ما تقدر. على قد ما تقدر. هو الاسمر. طيب هات لنا بقى تفطار على قد ما تقدر. يلا. هو الطريق الجديد ده بعيد عن هنا؟ والله اذا كنت مستعجله قوي يبقى بعيد. انت بتدوري على ايه يا شاهين؟ اهلا. دوختني عليك. فين الفلوس اللي عندك؟ ايه دول؟ انا ليا 200 جنيه يا ابني. ما انا اديت لامك 100، هي ما قالتلكش؟ ما انت سايبها وطفشان. انت مالك؟ عايز تعمل جدعانه يبقى من جيبك، انما انا تديني بقيت فلوسي. يعني انت مش مكسوف من اللي انت فيه؟ لا بقى، هات بقيت فلوسي. مفيش. لا بقى، مش معايا انا الفلوس. انا انت مش عايز تديني فلوس ليه؟ انا عايز فلوس يا شاهين، عايز فلوس. بقولك مش هسيبك انا باخد فلوسي برضه. مش هسيبك يا شاهين. فلوسك اهي يا جمال، وامك انا هصرف عليها. وشفت وشك مره تانيه هتبعك. أنا شهيد اللي ضحك على الصهاينة وحاربهم في 67 وفي 73، وانتوا عملتوا ايه؟ ها؟ نايمين على بطنكوا زي السحالي ليه؟ المرجلة مش في الدراع، المرجلة في القلب. ها؟ المرجلة مش في الدراع، المرجلة في القلب. افرد جناحاتك وطير. وجعتلي قلبي يا شاهين. لا عارفين نمشي بسكتك ولا لاقيين سكة نمشي عليها. وجعتلي قلبي يا شاهين. يا شاهين. يا شاهين يا حبيب الملايين. يا شاهين يا شاهين يا
حبيب الملايين يا شاهين يا شاهين يا حبيب الملايين يا شاهين. ايوه يا سيف، انتوا بتدعوا؟ اديها صحتكم. ايه انتوا مش عايزين تشربوا معايا ولا ايه؟ صحتكم. بصحة اللي عايز ينسى هو مين ورايح فين. شيل شاهين من دماغك يا سيف واعمل اللي انت عايزه. دي مش حتة حديدة تدار وراها، دي أرواح ناس ضاعت علشان تجيبها لكم هنا. لقيت سيف؟ لقيت سيف؟ لقيته. سيبيه المرة دي نعيمة يختار يتفطم. Thank you.
حضرتك معاكي؟ انا شاهين. اهلا، ازيك يا ابراهيم؟ اي خدمات؟ في واحد شغال معاكم هنا اسمه صبري عبد السلام، لسه راكب العربيه دي. يا راجل الظاهر ان صبري بتاعك ده سره باتع. هتعرفي روحية مراتي، شفنا بعض الأول مرة هنا، قلت هي دي وقالت هو ده. أهلها قالوا لأ وهددوني لو قربت. أبويا قال لي اخطفها وطير، وطرنا بعيد سنة واحدة وطارت لوحدها. Thank you.
انت زينا اهو. كنت قول لي من الاول وانا كنت سبتها لك. سيف! انا كنت جاي اسهر معاك الليله بس الظاهر انك مشغول. عموما سهرتك الليله على حسابي. يا شاهين وقف. أول ما شفتها معايا الأرض زلزلت. بحبها ولا يمكن مش مصدق إنه وقع ولا فرحت فيه؟ إيه أنت صح ولا نايم؟ مش عارف. مالك أنت كمان؟ عرفتوا ساعات فسخت في الخطوبة ليه؟ ما عرفناش. واحد تاني دخل من ورايا جاي من بره معبي. يعني أهلها جبروها؟ يا ريت. شفتها معاه آخر انسجام وفرفشة. ونام على إيه؟ مش عارف. وهلع نار ومش عارف أعمل إيه. يعني هنفضل واقفين نتفرج عليهم كده وهما بيعملوا فينا اللي هما عايزينه؟ ولا نفرقعها فيهم بقى؟ الراجل اللي اخترته من كل الرجاله وكنت فاكراه طيب وشهم، بعد الجواز طلع مش راجل، ومن دكتور لدكتور مفيش فايده. كتمت وفي يوم صحيت لا لقيته ولا لقيت فلوسي اللي ورثتها ولا لقيت شقه عمري. في الاخر طلعني بطاله وعراني قدام كل الناس وخلى الكلاب تنهش في لحم. جيت وانا ناويه اجره من رقبته واجيبه قدام كل الناس يقول لهم الحقيقه. ايه في ايه يا سليمان؟ عامل الواد جناحات؟ يا اخي بطل جنان! ما تغلطش يا حمار! والواد ده ابني ولا ابنك؟ ابنك يا سليمان، بس مش ملكك. دي حكايه وعايزه تتحكي. ده طير ما تركبش على كتافه. ده كلام لا ياكل ولا يحبل. انت ايه ما بتسقش؟ يلا اقعد قدامي هنا. يلا 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 وسكت خالص. اسكت قدامي انا. يلا يلا
هطير عود وهخلصك من صبري. بعت نفسك للي دفع اكتر وجريتي ورا الفلوس، دلوقتي بقى انت اللي هتجري وراه عشان يستر عرضك. بس يا فوزي كفايه كده. فوزي نرى ايه؟ خلاص يا فوزي، هي بعت نفسها تروح في داهيه بقى. خايف؟ ارجع انت. شهيد الله، لما قالت لي وحياة ابوك قلبت الدنيا في دماغي، لقيت ابويا قدامي وانت، اتاكدت ان انا مجنون ابن مجانين. قوم يا سيف، قوم قوم نخرج بالعيا والموت. قوم سيف. مالك يا حبيبي؟ ما تخافيش، انا عونة حاجة بسيطة. انت كنت بتحارب ولا ايه؟ كنت حتة حرب. انت لقيتي اللي بتدوري عليه؟ هنلاقيه يا سيف، هنلاقيه، ما تقلقش انت، هنلاقيه. ابو عودة اتشل. ما لقيتلوش مكان في المستشفى الميري، وديته مستشفى سوبر ماركت. انا عايزك تطير، فاهم؟ تفرد جناحاتك وتطير عشان ابوك يقوم. ابوك وقع لما كسر جناحاته. طير طير عودة. مراته قالت لي خد تحويشه العمر عشان يدخل مع ناس في مشروع، ضحكوا عليها وطارت الفلوس. الفلوس بقت فوقه، واللي يعلي حاجة فوقه لازم تقع عليه. الظاهر اني هبيع العربية.
انفجاره إلى حاملة الطائرات الأمريكية. انفجار بالقرب من مدينة بريتشكو. يمكهين وزير الدفاع الأمريكي. صفية، صفية، ما فين شاهين؟ صفية، شاهين. يا قصرت شعري حلو وهو طويل كان احلى كده احلى كده احلى يلا بينا ما انت لسه مستجده دي يا ستي ابوها كان صاحب شاهين الروح بالروح مات وهي عندها 5 سنين شاهين رباها دي دلوقتي في الجامعه وهو بقى عامل ابوها نرجس شاهين لا ما يتمسكش الحينة بالشاي بقى نعم انا يا حبيبي اه مساء الخير اهلا يا صاحب صفية الطبق ده فيه ايه معرفش الطبق ده فيه ايه لو في لقمة القاضي هموتك هموتك ازيك يا خال اهلا ازيك يا ابن عبد الله لسه برضه ابوك عبد الله شغال معاهم يا ابن عبد الله سعد عبد الله على السلامة يا حبيبي وحشتني انا جعان صفية دي مش بنته خلاص دي حكاية أبوها اداها جسمها وأنا اديتها روحي أقرب واحدة ليا بعد روحية لما تتجوز يا ريت كان ممكن كان يبقى مفيش غيرها ما أنت غيرها بقى اللي طلعتيلي من تحت الأرض نفسي
نفسي افرح بالواد يا شاهين والبنت لايقه عليه. بنت مين اللي لايقه عليها يا نعومة؟ بنت مين؟ بكلمك عن سعد وصفيه. صفيه ما تلقش على ابنك يا نعومة. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ قدر الواد شاريها. ابن عبد الله ما عرفش يشتري زي ابوه سحليه يبيع بس. الله، سعد ماله ومال ابوه؟ سعد هو ابوه. واخرتها معاك يا صفيه. في ايه؟ في اللي انا قلته. اللي قلته كتير. انا عايزك. قلت لك كتير يا سعد، انت زي اخويا. ايوه طبعا انا زي اخوكي وشاهين زي ابوكي. قصدك ايه؟ انا عارف ان انت نفسك في واحد زي شاهين، بس شاهين خلاص زمنه راح، بعامل زي حته الانتيكه القديمه. انت بتكره شاهين يا سعد؟ انا ما بكرهوش، انا اللي مش احبه وما اقدرش ابقى زيه. يعني اغني شويه ونوح شويه على الماضي اللي فات اللي بقى ماضي. اهلا اهلا يا ابن عبد الله، ازيك يا حبيبي؟ نسيت اقول لك ان ابويا عدى عليا اول امبارح. ابوك عبد الله؟ وقال لي ان هو جاي النهارده المغربيه. جاي تقول لي دلوقتي؟ هي الساعه كام؟ يلا اخويا. سلام يا خال. سلام يا ابن عبد الله. سلام يا حبيبي. سلام. ولما تقدم لي عبد الله شاهين قال لا، سحليه قلبها بطنها. حكمت رايي وقلت اتجوزه. 20 سنة وهو بيشيل بضاعة ده يوديها لده. القرش عنده أهم من نفسه. حتى ابنه طلع له قلبه حجر. يا أختي فكيها، مش أبو سحاب كان بيقول كده؟ على رأيي قطيعة تقطع الصنف كله، لا احنا طايلينه ولا قادرين نبطله. أنا كنت عارف إن أنا هلاقيكي هنا. هو شاهين لسه واكل عقلك؟ صفية أنا بحبك. شاهين ما ينفعش يديك. شاهين ما ينفعش لبكرة. هتفضلي واقفة كده؟ الغايب حجيته معايا. مش هيجي. مالك؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة. هتخبي على ابوك يا صفية؟ ابويا لازم تعرفي ان البنت بتتعلم الحب في ابوها. ابويا
في حاجة مخبيها عني؟ أنا وسعد. سعد؟ سعد مين؟ سعد ابن الخمشوجي؟ قوم يا ابن الكوبشونجي، قوم هات المأذون. مأذون ايه؟ جرب. انت مش عايز اتجوزها ابنك لصفية؟ هجوزها له. انا لا يمكن اتجوز لوحدي ولا بالطريقة دي. امال بأنهي طريقة يا ابن الكوبشونجي؟ يا شهيد، روح هات المأذون يا سيف. مأذون لمين؟ مأذون ايه بتاعي؟ يا كل حاجة تمشي زي ما انت عايز يا بلاش. انا مش هتجوز صفية ولا غيرها. واقتلني بقى. أنا هقتلك فعلا! شهيد! شهيد! فعلا! شهيد! هتقتله يا شهيد! هزيل ما خلفت يا نعيم. لو ما عملتيش حاجتك دلوقتي وجيتي معايا مش هتشوفيني تاني. ما اقدرش. يعني ايه؟ بتختاريه هو؟ اخويا. وانا؟ مش ابنك؟ بأمرت ايه؟ تاني وناس تانية. افتح يا شهيد، افتح عشان خاطري. اختك هتموت. لو شاهين جرى له حاجة مش هخلي سعد يتمتع بلحظة واحدة من عمره.
تمشي في سكتك ولا لاقيين سكة نمشي عليها. بطل جنان. الباب ليه؟ شاهين لو شافك كده كان هيقول لك ايه؟ هربان منه؟ قافل على نفسك وخايف لا يشوفك؟ قوم يا شاهين، قوم يا شاهين، قوم يا شاهين، قوم يا شاهين، قوم. تعالى تعالى. كلم شاهين يا شاهين، بص له، حط عينيك في عينيه لو تقدر، قول له ان شاهين ما يهربش ولا حتى من الموت. كلمه، صحيه، بص له في عينيه، بص لشاهين يا شاهين. امسك يا شاهين، صح الميتين. كفاية يا حمارة. يلا يا شاهين، عايزة أطير، عايزة أرقص. يلا يا شاهين، يلا يا شاهين، يلا يلا يا شاهين، عايزة أطير. يلا يا شاهين. ترارات 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 Thank you.
يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم يعني. استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57 357، والله اعلم. ولا اي حاجه هدى. الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايوه شهيره. ايوه. اه ايه يا حبيبتي، سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. اه قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. اه وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم حصل. اه لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل. خليكي يا حبيبتي، خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي. نعمه وفضل من الله. البركه فيك يا استاذ عامر. البركه فيك انت يا وش السعد. شيل يا ابني شيل. اللهم ادمها صحه واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. دي كوارع يا ابني؟ مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. امورنا حضرتك. انت ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا استاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، أنا جايبك النهاردة عشان أعرض عليك أمر. إذا حاز القبول عندك أنا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. أمر إيه يا أستاذ عامر؟ بقى أنا استخرت ربنا نتقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت إيه؟ بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل اللي في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم. وكل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضريليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنت بتقولي إيه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يطرد؟ إيه؟ طب إحنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وأنتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا إله إلا الله.